مرحبا، معنا اليوم وصفة مميزة وشهية من صدور الدجاج بمقادير بسيطة وطريقة تحضير سهلة. نحتاج قطعتين من صدور الدجاج، منقطعهم بهالطريقة. لتحضير التتبيلة منضيف ملعقتين زيت زيتون، ملح، فلفل أسود، بابريكا، أوريغانو وملعقة من صويا صوص. نخلطهم مع بعض وندهن صدور الدجاج فيهم. منقطع جبنة الأشقوان لشرائح. منضيفها بالفتحات اللي عملناها بالدجاج. منضيف شرائح البندورة ومندخلهم الفرن على درجة حرارة 250 لمدة 30 دقيقة. وهيك وصفتنا جاهزة، جربوها وألف صحة وهنا.